فرجوا هون هاي السرعة الطبيعية للعزف. رح نجي نوقف هيك السرعة، نحط هون على السيتنج الإعدادات هاي الكرة الصغيرة البيضة المشرشرة، حنضغط عليها هيك طلع عنا نورمال، نضغط على النورمال بيطلع عنا هيك بتمطي وهيك بنسرع. نرجع لل 75. هلا إذا جينا قلنا خلي نسمع شوف، هلا هيك بكل بساطة رجعنا للسرعة الطبيعية، بس الطالب بيكون أتقن الدرس بعد ما يتمرن عليه لعدة مرات، والدرس يعني زمنه أقل من دقيقة ونص.